لما تبقى مفكك بتقاتل في نفسك، فينتهز خصمك وعدوك الفرصة ويضربك بقوة في عقر دارك. لما تلاقي كل يوم الخطر بيزيد، حياتك مهددة، فتفكر تخرج من بلدك حفاظا على نفسك وحياة أسرتك، فما تلاقيش مكان بقى آمن. مفيش بلد عارف تعيش فيها من غير تهديد، وإيد عدوك طايلة شرق وغرب. لما تتاح الفرصة لتصحيح المسار بس تضيعها مرة ورا التانية، فتدي لعدوك بدل الهدية مليون إنه يقضي عليك. لما تعيش 40 سنة في رعب، مفيش فرصة، مفيش نفس، مفيش أمل، فيجي اللي يصنع الفارق ويحقق اللي اتقال عليه مستحيل. فكان يا مكان، كان يا مكان، أنا آدم واحد يا مكان، ده أنا تاني تاني. في 25 رمضان سنة 658 هجريا، الموافق تقريبا 9 سبتمبر 1260 ميلاديا، حصلت موقعة حربية تعد من أشهر المعارك تاريخيا، نظرا لأهميتها الكبيرة في تحويل مسار التاريخ والجغرافيا وقتها، وإنهاء غزو عسكري مدمر كاد أن يسيطر على أغلب عمران الكرة الأرضية. في 25 رمضان كانت معركة عين جالوت اللي حصلت في منطقة ما بين مصر وفلسطين، المعركة اللي أوقفت مسيرة دموية تترية ودفعت عن الشام ومصر وشمال إفريقيا، وكانت بداية نهاية الغزو التتري. ولكن قبل ما نتكلم عن معركة عين جالوت، لازم نجيب الحكاية من الأول، ومن الصين تبدأ الحكاية، وتحديدا شمال الصين في منطقة منغوليا. في سنة 603 هجريا الموافق تقريبا 1206 ميلاديا، كان الظهور الأول لدولة التتار على إيد أول زعمائها جنكيز خان. واسم جنكيز خان معناه قاهر العالم أو ملك ملوك العالم. وقدر جنكيز يأسس الإمبراطورية ويتوسع فيها لحد ما حكمه شمل مساحة كبيرة جدا من العالم، اللي هي دلوقتي بتشمل عدد من الدول، وهي الصين كلها ومنغوليا وفيتنام، كوريا وتايلاند وميانمار ونيبال، وكمان أجزاء من سيبيريا ومملكة لاوس. ممكن نعتبر جنكيز خان وقتها كان بياخد المقبلات، علشان هو كان عايز يبلع آسيا كلها بأوروبا وشمال إفريقيا كوجبة غدا مرة واحدة، اللي هو من الآخر كان عايز يحكم العالم كله، وشايف ان تحت ايده من الاعداد البشرية المهولة والامكانيات والقدرات والموارد اللي يمكنه من ده. وقتها وصلت حدود دولة التتار لحد الدولة الخوارزمية المسلمة، واللي هيبدأ بيها التتار كمقدمة لاجتياح العالم الاسلامي. ومن استقرار في الحكم في دولة التتار، رغم ان الصورة عنهم انهم همج، وده صحيح، لكن كانوا همج في القتل والتدمير والتخريب، بس كان عندهم نظام حكم قوي ودولة قوية وشعب مساند لحكامه، وعندهم اقتصاد وزراعة ونظام اداري محكم. نروح بقى للدول الممالك الإسلامية، نلاقي الوضع مختلف تماما. في أيام التتار كانت تقريبا كل الممالك المسلمة بتمر بحال سيء جدا، سواء من حكامهم اللي كتير منهم كان متفرغ للصراعات حوالين المناصب والكراسي، او من الكارثه الجديده اللي حالت على الكوكب التتار، واللي انتشر ما بين الناس ان التتار دول هم ياجوج وماجوج، وان دي خلاص نهايه العالم جايه لنا من الصين. الناس في الوقت ده بقت مستنيه في اي لحظه ان القيامه تقوم وتتطربق السماء على الارض. ومع توسع التتار وهجومهم الشرس، غالبيه اراضي العرب والمسلمين بقت منتهكه. العواصم مش احتلت، لا، دي ابيدت، بغداد، دمشق، وحلب، كنماذج يعني. ويجي الدور على مصر اللي للاسف ما كانش حالها السياسي والاقتصادي بأفضل حال، بل العكس، كانت وقع في خناقة كبيرة على كرسي الحكم بقالها سنين ومليانة دم ومؤامرات، لغاية ما وصل الحال انه يكون على رأس الحكم في مصر طفل عنده 14 سنة تقريبا. ما كانش مناسب شخصه وعقله للحكم، لانه عادي ممكن تلاقي شاب عنده 16 ولا 17 سنة بس قائد وقيادي. في الناحية التانية بقى، وفي نفس الوقت ده، كانت امبراطورية التتار واللي وصلت لحد الشام بيحكم على الخاقان والزعيم منجوخان، بيحكم لوحده نص الكوكب تقريبا، وصيته ورعبه واصل للنص الثاني، وعلى راس جيوشه في منطقة الشرق الاوسط القائد العسكري المحنك قوي هولاكو، والاثنين اخوات على فكرة، ويبقوا احفاد جنكيز خان اللي بدأ الهلمة دي كلها. جيوشهم اللي بدأت من كوريا ومنغوليا وصلت لحدود مصر الشرقية، وبقت مصر بتواجه خطر بيهدد شعبها وأمنها ومن وراها إفريقيا كلها. مصر في الوقت ده كان فيها عوامل الفشل والهزيمة، نظام سياسي غير مستقر، جيش غير مؤهل، اقتصاد ضعيف، شعب الصراع على الحكم أتعبه وأرهقه، وأخبار الهزيمة واليأس بقت مليان من ساسه الراسه. وعلى الأبواب خطر التتار، جيش عدده حوالي 50-60 ألف مقاتل من التتار بكل ما يمثلوه من وحشية وفساد ودموية، ورصيد عشرات السنين ومئات المعارك، الغالبية العظمى منها انتصارات ساحقة. لك ان تعلم ان فرقة صغيرة جدا من جيش التتار، تقريبا عددها 3000 جندي بس، هجموا اكتر من 5 مدن كبيرة ورا بعض في منطقة فارس تقريبا غرب وجنوب ايران حاليا، يدخلوا من دي يخرجوا على دي، كانوا بتصرمحوا فيها كأنها رحلة مدرسية، دخلوا قتلوا وسرقوا وحرقوا وعملوا كل
كل الفظائع اللي تعرفوها. وبعد ما خلصوا رجعوا تاني سالمين غانمين لقائدهم جنكيز خان. في نفس الوقت ده كان اتنين من قادة المسلمين كل واحد فيهم معاه جيوش وجنود وسلاح وعتاد، بس ما بيحاربوش التتار، كانوا بيخانقوا مع بعض على الحكم والنفوذ في نفس المنطقة، في الاخر بيقسموها ما بينهم، المنطقة اللي التتار واخدينها فسحة ومحدش بيتعرض لهم. ومن الروايات اللي بتتحكي عن الفترة دي ان الجندي التتري كان مثلا يدخل على بيت لوحده فيلاقي 10 رجالة موجودين فيه، فيقول لهم محدش يتحرك، ويروح يجيب حبل ويرجع يلاقيهم لسه مستنيين، فيربطهم كلهم، يقتل اللي شايفه وياخد اسير اللي عاجبه كده بكل بساطة من غير اي مقاومة او حتى تفكير في الهرب. ده انتوا 10 وهو واحد بس، مهما كانت سمعته وثوابه ايه، يعني اسوأ سيناريو ممكن يحصل انه ممكن يقتل 3 منكم ويصيب 2، ده كده يبقى خارق جدا يعني، بس في الاخر هتقدروا عليه وتتمكنوا منه. بس خلاص كانت الهزيمة قاعدة ومربعة جوه قلوبهم وعقولهم. فلما نعرف ان الجيش اللي كان رايح مصر كان عدوا حوالي 60,000، فنعرف ان الرقم ده كبير جدا، وافتكر واحد بس من جيش التتار كان بيعمل ايه، وافتكر 3000 جندي منهم عملوا ايه في بلاد بحالها. ولما حفيد جنكيز خان اللي هو هولاكو يقود بنفسه الجيش اللي بيحتل ايران والعراق والشام ورايح على مصر، فعرف اهمية المنطقة ومصر بالنسبة لهم، وعرف الخطر اللي مستني مصر. وبكده نبقى قدام وضع مزري فعلا، جيش تتري بيستعد لاجتياح مصر، جيش شارك قادته وجنوده في اقتحام عاصمة الدولة العباسية بغداد ودمروها، ومنها نشروا رعب وارتكبوا مذابح تفوق اضعاف الرعب اللي نشروه قبل اقتحامها. جيش استولى على ايران، جيش متواجد بأعداد كبيرة في الشام. لكن تحصل حاجة في الوقت ده تقدر تقول عليها تدبير رباني، يموت حاكم مملكة التتار مانكو خان، وهنا يضطر ويقرر هولاكو انه يسيب قيادة الجيش لقائد تتري كبير برضه اسمه كاتبوغا، ويبدأ في التراجع علشان يوصل عاصمة مملكته لاستلام الحكم بصفته اخو الحاكم اللي مات وحفيد جنكيز خان. وهولاكو كان ابرز قادة الجيوش التلاتة اللي قضت على الدولة العباسية واجتاحت بغداد. يتراجع هولاكو وياخد معاه نص الجيش تقريبا، حوالي من 20-30,000 جندي. لكن هو في السكة لسه في ايران توصله رسالة ان اخوه قبيلاي بقى هو الحاكم او الخاقان الجديد، فيقرر انه يفضل في ايران يحكم منها كل المناطق اللي احتلوها، ونرجع للشام. دلوقتي في دولة بتغزو العالم بيحكمها من الصين امبراطور، وبيحكم من ايران امبراطور تاني، امورهم مستقرة سياسيا وعسكريا، وفي جيش فيه حوالي من 20-30,000 مقاتل، كلنا عارفين وضعه ايه وقوته واللي يقدر يعمله، وعلى راسه قائد عسكري متمرس اسمه كاتبوغا. اما في مصر فالوضع العكس تماما، كان طفل هو الحاكم. كنا قلنا بسرعة ان شوية صراعات طويلة، الصراعات دي ادت انه يبقى على راس حكم مصر طفل. فقبل 10 سنين بس من وضعنا الحالي، يعني سنة 647 هجريا، كانت في ملحمة عظيمة وهي موقعة المنصورة اللي انتصر فيها جيش المسلمين على الجيش الصليبي بقيادة الملك الفرنسي لويس التاسع، واللي تم أسره ودفع فدية علشان يعرف يخرج. انتصار عظيم سمع في المنطقة كلها وأكسب مصر وقادتها احترام كبير جدا. بس للأسف المجموعة اللي حققت الانتصار ده اختلفت أسوأ أنواع الاختلاف، وزاد ما بينها الاتهامات والتخوين، رغم ان الأحداث كان ممكن تمشي أفضل من كده، وفعلا كانت ماشية بشكل كويس جدا. يعني مثلا شجرة الدر بعد وفاة جوزها الملك الصالح قبل معركة المنصورة مباشرة أخفت خبر وفاته علشان ما يأثرش على جنود، وهي اللي بعتت لابنه توران شاه علشان يجي يحكم ويقود المعركة بنفسه، وأول ما جه سلمته الحكم، بس بعد انتهاء المعركة اتهمها بسرقة ثروة أبوه، وبدأ يضايق عليها وعلى كل المقربين منها، وبدأ كمان يتحرش بقادة المماليك فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس أبطال معركة المنصورة. الاتنين يبدو إنهم شافوا إن توران شاه جه ركب موجة الانتصار، مع إنهم من البداية هم اللي دربوا واستعدوا وهم اللي حاربوا وانتصروا. فانتهت الحكاية للأسف بقتل توران شاه. بعدها حاولت شجرة الدر تبقى هي حاكم مصر، بس ساعتها الشعب اعترض أشد اعتراض وطلع في مظاهرات اتطورت لما يشبه الانتفاضة أو الثورة، ثورة ترفض حكم شجرة الدر اللي حاولت تظبط موضوع اعتلاءها لعرش مصر، فسمت نفسها ملكة المسلمين أم أمير المؤمنين السلطان خليل. خليل ده يبقى ابنها من الملك الصالح حاكم مصر المتوفى. على اساس كده هي بتقول للناس ده انا مرات السلطان وام السلطان، لكن الناس برضو ما اقتنعتش، وكان على راسهم الشيخ العز بن عبد السلام ابرز علماء المسلمين وقتها، اللي اعلن رفضه توليها الحكم وتزعم الناس وقف ضد قرارها، وقد كان ومشي كلام الناس في النهايه، وتنزلت شجره الدر عن الحكم لصالح عز الدين ايبك بعد ما اتجوزته، وبكده بقى حاكم مصر هو عز الدين ايبك اللي كان من المماليك البحريه مع فارس الدين اقطاي وبيبرس. لكن بعد وصوله لسده الحكم بدا في انشاء مماليك خاصه بيه سماها
المماليك المعزية، ليظهر اسم جديد في القصة وهو سيف الدين قطز، اللي بدأ مع الوقت يتولى مهام أكبر في قوة المماليك المعزية ودور أكبر في دوائر الحكم في مصر عموما، ولكن تفضل الخلافات موجودة في طبقة الحكم وتتطور الأحداث بشكل مؤسف، ويقرر عز الدين أيبك قتل فارس الدين أقطاي فيهرب ببرس من مصر، وزيه قاد كتير من المماليك البحرية خوفا على حياتهم. وبعدها شجرة الدر تقتل عز الدين أيبك، وبعدها شجرة الدر نفسها تتقتل، كمية دم وقتل غير مبررة تماما، ضيعت على الأمة كفاءات وقيادات كان ممكن تغير الوضع، خاصة في ظل الاجتياح المغولي التتري اللي على الأبواب، وفي ظل عدو صليبي محتل أجزاء من الشام ودايما عينه عليك. طبعا بقى الجميع متوقع أن مصر تقع تحت إيد الجيش الذي لا يرحم، وتبقى مجرد ذكرى أو سطر في تاريخ انتصارات التتار، بعد ما أذلت مصر أوروبا وملوكها لسه من كام سنة، بعد ما قدرت أنها تحرر بيت المقدس من الصليبيين. لكن جات اللحظة اللي كان لازم العبث ده كله يتوقف، الخلاف والنزاع وشغل العيال ده لازم ينتهي، وهنا جه سيف الدين قطز. قطز قرر انه ينهي الوضع البائس ده واعلن نفسه حاكم على مصر. اعلان سيف الدين قطز نفسه حاكم على مصر ما كانش الطمع في المنصب، بالعكس، العكس تماما، هو كان قصاد عينه هدف واحد بس، الحفاظ على البلد وامنها، هدف هيدفعه انه يطلع يحارب بره حدوده. بس علشان يقدر يعمل ده لازم يكون وضعه الداخلي مستقر، لازم يرتب بيته من جوه، وطبعا اول حاجه واهم حاجه الحكم. مصر خارجه من صراع دموي على كرسي الحكم، وكان لازم الامور تكون اكثر استقرارا. جمع قطز العلماء والقاده العسكريين والاعيان وقال لهم بكل وضوح ان هدفه من اعتلاء العرش هو محاربه التتار وصد عدوانهم على مصر، ودي كانت حاجه اول مره تتقال من سنين طويله. مش بس فكره انه مش عايز كرسي الحكم الاطماع شخصيه، ده كمان الجديد فكره محاربه التتار، الجيش الذي لا يرحم اللي دمر الدوله العباسيه واقتحم بغداد واسر السلطان العباسي وسجنه وقتله، الجيوش اللي احتلت اراضي من الصين في اقصى الشرق وصولا لروسيا واوروبا شمالا، وكمان الهند وايران وداخل على الشام ومصر. قطز بوضع مصر الحالي عايز يحارب الجيوش دي، وكمان عايز ينتصر عليها ويمنعها من دخول الشام ومصر. طبعا كلامه ما لقاش استجابه فوريه، خاصه من الامراء والقاده العسكريين، فقال قطز بكل وضوح ساحارب التتار، ساحاربهم ولو القاهم وحدي. فكان لشجاعته وموقفه واصراره اثر ايجابي، والتف العلماء والقاده والشعب حواليه، وده اللي ساهم في استقرار نظامه السياسي وحكمه. وعلشان محدش من القادة او العلماء او الاعيان يقول في نفسه او مع اللي حواليه ان اسهل حاجة الكلام، ان قطز يقول انه ملوش رغبة ولا ارادة في حكم مصر، فكان قطز صاحب فعل مش بتاع كلام. فورا بعد تولي الحكم عرف انه مش هيقدر يديرها لوحده وان المهمة كبيرة جدا، فسلم المناصب للكفاءات كده بكل بساطة، لدرجة انه راح جاب منافس قوي جدا ليه وغريم بل وخصم كمان، وقرر منحه منصب كبير جدا وهو ركن الدين ببرس. ببرس اللي كان هربان بره مصر خايف على حياته بعد ما كان من اكبر قادة مصر، بقى هربان قاعد على حدود البلد خايف يدخل لا يتقتل زي ما حصل للقادة بتوعه، ومش عارف يروح العراق او ايران علشان مصر دي كلها بقت تحت سيطرة التتار، ومش قادر يفضل في الشام بسبب خطر وصول التتار ده، في ظل ما حكام الشام كانوا بيهربوا من وجهتهم، وبيبرس كان مصمم على قتالهم. في الوقت ده اصدر سيف الدين قطز عفو عام، ادى الامان لكل امراء وقادة وجنود المماليك البحرية علشان يرجع بيبرس مصر ويستقبله قطز ويكرمه ويمنحه ارض ويعينه كمان في منصب يشابه منصب وزير الدفاع، وده علشان كفاءته القتالية وقدراته العسكرية وشجاعته ليصبح أفضل من يتولى المنصب ده. فكان بيبرس على قدر الثقة اللي منحت ليه، واشتغل بالفعل على تقوية الجيش وتدريبه وزيادة أعداده وتسليحه استعدادا للدفاع عن مصر ومواجهة التتار. وبعد ما استقرت الجبهة الداخلية بشكل كبير، فورا بص قطز للجبهة الخارجية، فبدل ما يدخل في عداء غير مبرر مع غيره، بدأ يحاول إنه يلم الخلافات والصراعات مع الأمراء والحكام خاصة في منطقة الشام، وكان ابرزهم حاكم دمشق الناصر يوسف اللي رفض اي حلف مع قطز رغم ان التتار بيهددوا ملكه، ووصل بيه حال بعد سلسله طويله من التحالف مع الصليبيين والتتار كمان انه اتقتل لاحقا على ايد التتار. وعلى فكره جيش الناصر هو الجيش اللي بيبرس كان التحق بيه وكان بيحرضه على قتال التتار، بس كل مره كان الناصر يوسف يهرب بجيشه ويخلي المدن للتتار. وهنا يظهر لنا الفرق بين القاده، الناصر يوسف احواله واحوال بلده كانت افضل من مصر 100 مره، وكان تحت ايده نفس الكنز بيبرس، بس بسبب خوفه وخيانته ما قدرش يستثمره، فسابه بيبرس بعد ما عرف انه مفيش منه امل، وفضل انه يبقى على حدود مصر الشرقيه لحد ما دخل مصر بعد وصول قطز للحكم زي ما قلنا. ورغم فشل محاوله قطز في بناء تحالف ضد التتار الا انه يكمل طريقه ويواصل بناء تحالفات ويعقد اكبر قدر من المعاهدات مع ممالك الجوار علشان يتفرغ للخطر الحقيقي التتار.
لدرجة أنه عقد معاهدة مؤقتة مع حاكم عكا الصليبي، واتفق الطرفين على السماح بمرور جيش مصر من عكا، وكمان التزود بأي حاجة يحتاجها. كده قطز رتب بيته من جوه، استقرار في الحكم، عفو عام، مناصب للأكفاء، يعني قدر يصنع جو عام نسبي من التفاؤل، وده في خلال أسابيع من تولي الحكم بعد سنين طويلة من المؤامرات والصراعات اللي سببت الفرقة والضعف. بعدها لف قطز لقى حاجتين قدام: شعب أخبار الهزيمة من التتار ملياه ومسيطرة عليه، وخزينة الدولة فاضية، واقتصاد منهك. فالحل المشكلة الأولى استعان بالعلماء والمشايخ لتحفيز الناس على الحرب، وهنا العلماء دعموا قطز بكل قوة في خطته لتحريض الناس على القتال واستعادة روح الجهاد في سبيل الله ودفع المعتدي. في الجانب الثاني، علشان يبني الدولة، يبني مصر ويبقى جيشها قادر يدافع عنها، كان لازم يوجد مصادر تمويل، فقرر قطز فرض الضرائب على الشعب. وهنا بقى وقف في وش القرار ده نفس العلماء اللي كانوا بيدعموا السلطان قطز بالبداية، وعلى رأسهم الشيخ العز بن عبد السلام، اللي قال لقطز حاكم مصر انه مستحيل يوافق على فرض ضرائب على الشعب، وانه هيقف ضد القرار ده ولن يسمح بتنفيذه. راح قطز اعتقله ورماه في السجن. لا طبعا، قطز قال له ليه ما ينفعش، انا مش هاخد الفلوس ليا، انا عايز اموال لمصر لتجهيز الجيش والدفاع عنها. فالشيخ العز بن عبد السلام قال له ان شرعا يجوز انك تاخد من الناس فلوس فوق الزكاه اللي بيدفعوها، ولكن بشرطين. الشرط الاول ان بيت مال المسلمين ما يكونش فيه اي فلوس خالص، يعني مش تبقى خزينه الدوله فيها فلوس وانت رايح تفرض ضرائب على الناس. اما الشرط الثاني ان في حال بيت المال ما فيهوش فلوس، فبرضه قبل فرض الضرائب على الشعب يتم جمع الحكام بدايه من قطز رأس الدولة، وكل الأمراء والوزراء والمسؤولين وقادة الجيش، كل دول يتنازلوا فورا عن كل فلوسهم وكنوزهم ومجوهراتهم وكافة ممتلكاتهم، وتباع لصالح الدولة وبناء الجيش. قال العز بن عبد السلام لقطز: أولا يتم حصر وبيع كل القصور والممتلكات والمزارع، وما يفضلش للحاكم أو الأمير أو الوزير إلا فرسه وسيفه ودرعه وبس. وفي حال إنه كل ده ما كملش الملء خزينة الدولة وتقوية الاقتصاد وبناء الجيش، لو احتاجنا فلوس تاني للمعركة والحرب سنبدأ في بيع المماليك نفسهم، وعرسهم قطز وبيبرس لانهم في الاساس ملك الدوله، فيباعوا من اجلها. وبعد ده كله لو ما كفاش للحرب، ساعتها نبدا في فرض ضرائب على الناس. وقدام الوضوح والاصرار ده على الفور، نفذ قطز فتوى الشيخ العز بن عبد السلام، واصبحت فتوى محل التنفيذ الفوري، وبدا بنفسه باع ممتلكاته علشان يجهز الجيش ويقوي اقتصاد البلد، ومن وراه الامراء والوزراء والقاده والمسؤولين كله بدا يبيع اشياء مما يملك او يبعتها لبيت المال. وهنا كانت المفاجاه ان مصر طلعت غنية جدا وفيها ثروات كتير، بس متركزة في ايد عدد قليل، او كانت متوزعة لصالح ناس معينة ومتعطلة تحت ايدهم، وبإعادة تحريكها وتوزيعها استفادت الأمة كلها منها. بعد الموقف ده، الموقف المشرف، من عالم قال كلمة حق، ومن حاكم استجاب لكلمة الحق ورفض يظلم شعبه. في اللحظة دي اقتصاد مصر بقى أفضل بكتير، والجيش بقى أقوى بكتير، وخزينة الدولة بقت مليانة لدرجة إنه لم يتم فرض أي ضرائب على الشعب، عشان زي ما استحق العز بن عبد السلام لقب سلطان العلماء، استحق لقب بائع الأمراء. بكده الوضع الداخلي اتحسن كتير، ده في خلال شهرين ثلاثة، استقرار تام في الحكم، كل واحد بيأدي دوره والمطلوب منه، مفيش دماء ومظالم، الناس مستعدة ومتحمسة للجهاد، حال البلد الاقتصادي أفضل، الحاكم اتساوى مع المحكوم، الجيش بقى مدرب وعنده سلاحه وعتاده اللي محتاجه. وهنا يقرر سيف الدين قطز التحرك الفوري، مفيش وقت نضيعه، وأنا مش هستنى التتار لما لاقيهم داخلين عليا القاهرة زي ما كتير من قادة البلاد قبلي عملوا، لأ، هو هيطلع يأمن البلد من بره حدودها. وبدأ الجيش في التحرك. لكن قبل خطوة الخروج بالجيش، فكر قطز وبيبرس ان ده يعتبر الجيش الوحيد في المنطقة دلوقتي، فعشان نقدر نطلع بيه ونتحرك برا مصر واحنا مطمنين، ما ينفعش نمشي على عمانة كده. فقرروا ارسال فرقة من الجيش كمقدمة، واختير على رأس مقدمة الجيش ركن الدين بيبرس بنفسه، وبدأت مقدمة الجيش في التحرك، وخلفها بمسافة سيف الدين قطز بباقي القوات. وهنا رغم التحسن في الأحوال وشوية التفاؤل والأمل في نفوس الناس من ساعة ما قطز تولى حكم مصر، لكن برضو واقعيا ده مش ببساطة كفيل انه يمسح سنوات طويلة من انتصارات التتار اللي خلت لهم جيش او قوات موجودة في فلسطين والشام وفي قلب غزة كمان. وما ننساش ان فكرة مواجهة امبراطورية التتار ما كانتش مطروحة اصلا، انت لسه من كام شهر جيش جرار بيقوده الناصر يوسف بقى يهرب من مدينة للتانية خوفا من مواجهة التتار، فما بالك بفكرة الانتصار عليهم، ما بالك بفكرة هزيمتهم. وعلشان نحاول نقرب الصورة لأذهاننا، كانت من المقولات الشائعة ساعتها بين العرب والمسلمين انه اذا قال لك احدهم ان جيشا للتتار قد هزم فلا تصدقه، اعتبره مجنون يعني. فمع
الرصيد المهول ده من الرعب والسمعة الدموية اللي اكتسبها التتار، تتم أول مواجهة بين جيش مصر والتتار. تقصد معركة عين جالوت؟ لا خالص، للأسف احنا بنبص دايما للانتصارات الكبيرة وما نعرفش ان الانتصارات الكبيرة بتحصل لما يكون عندك رصيد معتبر من الانتصارات الصغيرة. يعني قول عين جالوت هتلاقيها مشهورة ومعروفة، دي المعركة اللي هزم فيها المماليك التتار. لكن لو قلنا معركة غزة هتلاقي يقول لك بتاعة 2012 ولا 2014 ولا امتى تقصد؟ لا، معركة غزة بتاعة ركن الدين بيبرس، دي كانت أول معركة للجيش اللي خرج من مصر وراح لحد التتار في غزة. بغتهم بيبرس بقواته وهجم عليهم، وبعد ما كانت الرواية ان التتري الواحد بيربط ويقتل 10، بقت الرواية ان التتري فيهم بيجري اسرع من الحصان اللي راكبه هربا من هجوم قوات بيبرس عليه. وسيطر بيبرس على مدينة غزة وارسل الى قطز اخبار الانتصار. معركة غزة اللي نادرا ما يتم الاشارة ليها كانت هي مفتاح النصر الحقيقي، اللي اخبارها زرعت تاني الامل في نفوس الناس ان التتار بيتهزموا عادي اهو. ومين اللي عملها وقادها وخطط ليها؟ ركن الدين بيبرس، اللي من كام سنة بس قائده فارس الدين اقطاي اتقتل في مصر وهو هرب، فمن هربان لقائد جيش بيدافع عن مصر والشام ويواصل الجيش زحفه. الجيش اللي بقى عبارة عن مقدمة صغيرة بقيادة بيبرس وبقية الجيش وراه بقيادة قطز. جيش مصر وقتها كان كل عدده تقريبا 25,000 جندي، منهم 10,000 سابهم قطز لتأمين البلاد وخرج بالباقي، خد معاه 15,000 قصاد جيش التتار اللي بقى عدده تقريبا في حدود من 20,000 ل 30,000 جندي. بعد انتصار غزة الصغير في حجم المواجهة الكبير جدا في قيمته ومعناه، يتحرك الجيش ويوصل لعكة اللي كان فيه اتفاقية مسبقة ما بين قطز وبين حاكمها الصليبي. واثناء مرور الجيش بعكة واحد من قادة الجيش قال لقطز ان دي فرصة ممتازة اننا نفتح عكة في طريقنا، ناخدهم كده على فجأة وهم مش متوقعين مننا الحرب. ولكن قطز رفض تماما الفكرة وقال مستحيل اخون العهد، وكمل طريقه تجاه جيش التتار دون التعرض لعكة. يوصل جيش مصر لمنطقة اوسه لعين جالوت اللي هي تقريبا بالقرب من نابلس الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة دلوقتي، وعسكروا فيها لمواجهة جيش التتار. وهنا حصلت حاجة غريبة، هي مش غريبة هي عادية، فوجئ قطز بوصول اعداد كبيره جدا من اهالي فلسطين والشام وغيرهم من المناطق المجاوره. فبعد ما عرفوا ان في جيش من مصر جاي يحارب التتار ووصلت لهم انباء انتصارهم في معركه غزه، اتحفز الناس وقرروا دعم جيش مصر. نخلي بالنا ان ممكن تكون دي نفس الناس اللي احنا كنا بنقول عليهم من شويه منهزمين ومنسحقين وباعوا بلدهم للتتار وما عرفوش يدافعوا عنها. لكن الحقيقه ان دول هم الناس اللي لما لقوا فرصه قياده مخلصه وكف اتحركوا وقرروا يواجهوا ويدافعوا عن ارضهم وكرامتهم ودينهم. خرجوا يضحوا بنفسهم في وش ابشع جيش على وش الارض حاليا، التتار، ورغم ان اغلبهم ما كانوش مدربين او مقاتلين مقارنه بجنود المماليك المحترفين او افراد الشعب المصري اللي ضربهم قطز وبيبرس، الا ان قطز قدر انه يستفيد من وجودهم سواء معنويا انه يظهر لقواته ان لهم ظهر وسند وشعبيه، او حتى انه يوظفهم في اعمال مناسبه ليهم ولقدراتهم. وكان لوصول قطز وبيبرس اولا لمنطقه عين جالوت فايده كبيره جدا في دراسه اكبر للمنطقه وحسن الاستعداد والتجهيز لمواجهه التتار. ويوصل جيش التتار لمنطقه سهل عين جالوت ويبدا الاستعداد للمعركه، معركه ما كانش مستعد لها بالشكل ده لان القائد التتري كاتبوغا اتفاجئ، وتفاجئ كل جيش التتار بخروج جيش المسلمين ليهم في العراق. فطول السنوات اللي فاتت اتعود التتار انهم يحاصروا المدن وانهم يشوفوا جيوش المسلمين في حاله يرثى لها مرعوبين ورا الاسوار، ولكن المره دي كانت مختلفه. ونوصل ليوم 25 رمضان 658 هجريا الموافق 6 سبتمبر 1260 ميلاديا، يوم معركة عين جالوت. يصطف الجيش التتري المدرب على اعلى مستوى واللي عنده من الخبرات ما يفوق خبرات جيش المسلمين، وداخل برصيد كبير من الرعب، رصيد بناه عبر عشرات السنين بمجازر ودماء. وصحيح التتر همج ودمويين، بس ده مش معناه انهم كانوا فوضويين، دول كانوا في غايه الدقه والنظام وبيستخدموا اقوى الاسلحه في زمانهم وعلى قدر عالي من التدريب والتخطيط. وفي المقابل اتعودوا ان الجيوش اللي بتقابلهم عاده ما بتكونش على نفس المستوى، ولكن عين جالوت كانت نقطه فارقه ومختلفه. فقبل بدايه المعركه كان الجيشين بيستعدوا، ولادراكهم لاهميه بث روح معنويه قويه لجيشهم رتب قطز وبيبرس الامر انه يبدو وكانه استعراض عسكري، حفل عسكري مهيب مش معركه حربيه. فكان الجيش المصري منظم جدا ومتقسم فرق، لكل فرقه عالم كبير خاص بيها وازياء حربيه بالوان مميزه، وكمان الفرق بتتقدم مع الموسيقى العسكريه اللي هي الطبول في الوقت ده، بتدق الطبول بشكل منظم فتتحرك الفرقه بتناغم، ومش اي تحرك، بتخطط لهم انه يكون نزولهم من فوق التلال لداخل وادي عين جالوت وتقف في مكان محدد منتظره
رابد القتال كده في العراء وقصاد التتار، الحاجة اللي أصابت كاتبوغا بالحيرة ويمكن الارتباك. فلما شاف المنظر ده يقال إن كاتبوغا سأل أحد القادة اللي كانوا معاه وكم المسلمين المنضمين لجيوش التتار، قال له إيه الأعلام دي وإيه الفرق دي؟ فالقائد ما كانش يعرف فعلا، لكنه حب يضخم من اللي بيشوفه على أمل إن ده يساعد في إحباط كاتبوغا والقادة العسكريين. فكان كل ما الطبول تضرب بقوة في الوادي والفرقة تتحرك بشكل منتظم مع العلم بتاعها يألف القائد المسلم ده اسم من عنده ويقول لكاتبوغا هذه فرقة القائد المملوكي فلان ابن فلان، ولما اللي بعدها تتحرك يقول له وهذه فرقة كذا العسكرية ودي فرقة القائد فلان أو القبيلة الفلانية. قاعد يكبر له في الموضوع يعني. طبعا مش مجرد كلام القائد ده هو اللي أثر على كاتبوغا، فعلى الجانب التاني كان قطز مرتب كل حاجة، مخصص لكل فرقة دقات طبول محددة بيها تتحرك بيها تقف بيها تهجم بيها تنسحب، وده شيء ما عرفوش التتار اللي كان ليهم دايما جواسيس. ومع حيرة كاتبوغا إلا إن الغرور غلبه وبقى يبص لجيش مصر ويستقل عدده ويقرر الهجوم بكل جيشه دفعة واحدة للقضاء على الناس اللي اتجرأت وواجهته ويعمل منهم عبرة زي ما عمل هو وقادته وجنوده في مئات الآلاف غيرهم. ده احنا اللي قضينا على الدولة العباسية، مش هنقدر نقضي على الجيش القليل ده. وتبدأ معركة عين جالوت، اندفاع قوي جدا من جيش التتار، هجوم شرس في مقابل ان الجيش المسلمين بينفذ خطة محكمة جدا، خطة وضعها قطز وبيبرس وكادت ان تؤدي لنصر سريع وعظيم خلال بداية المعركة. فعلى الرغم من استعراض الفرق العسكرية اللي ان ده ما كانش كل الجيش، قطز كان حرك بس للوادي العدد الاقل من جيشه، بس حركه بشكل منظم ومؤثر زي ما قلنا، وفضل باقي الجيش مستخبي ورا التلال. وبالفعل مع هجوم التتار على الفرق الموجودة في الوادي بدأوا في تنفيذ الخطة الانسحاب للخلف. وهنا التتار قالوا بس هو ده اللي تعودنا عليه من جيوشكم، هنجري وراهم ونبيدهم تماما. ويتوغل جيش التتار باندفاع كبير بلا نظام او ترتيب محكم، وهم فرحانين بالانتصار السريع الانتصار الزائف. وهنا يفاجأ جيش التتار ان الفرق اللي كانت بتهرب بتتوسع بقوتها داخل الوادي وبتقف وبتستعد لقتاله من جديد وتبدأ كمان في الهجوم عليه. ويفاجأ بحاجة تانية، يلاقي جيش كامل بيهجم عليه من جانبي الوادي علشان تتعمل كماشة على الجيش التتري اللي ارتبكت قواته ووقعت ما بين قتيل وجريح واسير او هارب بيحاول يرجع وينقذ حياته. كاد الجيش التتري ان ينهزم، لكن ما ننساش دول التتار وقائدهم كاتبوغا قائد محنك ومش سهل. يدفع كاتبوغا بعدد اخر من القوات ويرتب جنوده وفرقه ويستعيد زمام الامور مره تانية ويرد الهجوم على الجيش المصري بشراسه كبيره. الامر واضح في ذهن كاتبوغا، الجيش ده مش جاي يهزر، دول جايين وعندهم مساله حياه او موت، خلاص هقلبها عليهم موت. هجوم بكل قوة من الجيش التتري اللي تقريبا عدده ضعف جيش المسلمين، جيش المسلمين اللي فعلا تختل صفوفه. طبيعي يكون لسه في شوية خوف في القلوب من التتار، لسه سمعتهم مأثرة. وهنا زي ما قائد التتار اتدخل كان لازم قائد المسلمين يتدخل. ما هي دي القيادة، التضحية بالنفس مش بالناس. يقرر سيف الدين قطز النزول لقلب الوادي قلب المعركة بنفسه، يقاتل جنب جنوده، ينزل لأكتر الأماكن خطورة وأشد المناطق اللي فيها هجوم تتري وأضعف المناطق اللي فيها جيش للمسلمين. نزل بسيفه ودرعه، خلع خوذته من راسه، الخوذة اللي ممكن تحميه من رمية سهم او ضربة سيف، في اشارة معروفة ومفهومة انه مش باقي على حاجة، نازل طالب اما نصر من الله او الشهادة في سبيله. وكمان بيتقال انه خلع الخوذة علشان كل جنوده يعرفوه يشوفوه بيقاتل معاهم جنبهم زيه زيهم، فيتحمسوا ويقاتلوا بشراسة اكبر. وده برضو امر ما كانش غريب على قطز، ما هو اللي يتخلى بسهولة كده عن القصور اللي بيعمل ممتلكات ومجوهرات علشان يبني جيشه وينقذ بلده، عادي يضحي بدمه وروحه علشانه وعلشان دينه. وبالفعل موقف قطز وبالتأكيد معاه بيبرس وغيرهم من قادة الجيش كان ليه أثر كبير في النفوس، ومع صيحات الله أكبر ترجع تاني الكفة تميل للجيش المصري اللي قدر يضغط بالكماشة أكتر على الجيش التتري، كماشة من ثلاث جهات. وسبحان الله بغداد قبل اقتحامها وتدميرها حصرها ثلاث جيوش تترية زي الكماشة كده بالظبط، فالهيام دول. وقدر جيش المسلمين الجيش اللي خرج من مصر وبدعم من شعب مصر والشام قدر بالاستعداد الجيد إنه يقف وش اقوى جيوش الارض. ومع شدة المعركة وميل الكفة مرة تانية الجيش المسلمين يقتل القائد التتري كاتبوغا. فمن الروايات اللي بتقول انه قتل في عين جالوت بعد ما تمكن احد الامراء المماليك واسمه جمال الدين اقوش من اختراق صفوف التتار والوصول لكاتبوغا وضربه بالسيف، ويقال انه قطع راسه. والعلم فالامير جمال الدين كان برضو من القادة المماليك في جيش الناصر يوسف امير دمشق اللي كان بيهرب قصاد التتار، وده بيؤشر قد ايه ان وجود قيادة مدركة لامكانيات الناس اللي معاها امر فارق في تجنب الهزيمة، وان اسناد الامر والمسؤولية لاهل الخبرة والكفاءة هو سبيل تحقيق النصر في اي مجال. وبدأ جيش التتار في التفكك
واتقتل منه أعداد كبيرة جدا وأسر أعداد تانية، والباقي هرب من وادي عين جالوت، منهم اللي قرر الرجوع لإيران أو أقرب منطقة تحت نفوذ التتار، وواصل جيش المسلمين تتبع فلول التتار لأبعد مسافة ممكنة. وبكده قدر جيش المسلمين اللي خرج من مصر بقيادة من سيف الدين قطز ومن ركن الدين بيبرس قدروا يحققوا النصر على التتار ويتخلصوا منهم ومن شرهم، يتهزم جيش التتار. وده كان حدث فارق في الإمبراطورية التترية كلها. تخيل لو كان جيش مصر اتهزم كانت بقى كارثة ما تقلش عن كارثة اجتياح بغداد. كانوا سيطروا على الشام ومن بعدها دخلوا القاهرة، والله أعلم كانوا هيوصلوا لفين كمان. وطارت أخبار الانتصار العظيم ده في كل بلاد المسلمين، فكانت أخبار مفرحة جدا، ملت النفوس عزيمة وإصرار، وفعلا كتبت بداية النهاية لإمبراطورية التتار في بلاد المسلمين. وأخيرا خلونا نقول إن النصر العظيم ده واللي حصل خلال فترة تولي سيف الدين قطز للحكم، واللي كانت كل المدة اللي حكم فيها هي 11 شهر بس، كل الأحداث دي مدتها 11 شهر بس من لحظة تولي قطز الحكم لحد معركة عين جالوت، كل الاعداد والتجهيز والتدريب وتبديل الحال من حال لحال كان في اقل من سنه. ده في حكام بتقعد على كراسيها 10 و20 و30 سنه وبلادهم ما بتشوفش غير الخراب وشعوبهم ما بتشوفش غير الذل، في حين لو توفرت الاراده والفكر، لو في تجرد حقيقي مش حب للنفس وبس، حب حقيقي للبلد مش كلام وشعارات، في اقل من سنه ممكن تتبدل الاوضاع من حال سيء لحال. كان يا ما كان، ابدي اعجابك بالحلقة لو عجبك واشترك في قناتي بكر المصري، وقولنا رأيك في تعليق وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا، واستنونا. كان يا ما كان. انا ادم واحد يا مان، ده انا تاريخ.